احنا رؤوسنا بالصلاة منباركك ومشكرك لأجل هالفرصة الحلوة يا رب يلي بتحصر قلوبنا وأفكارنا من هالعالم الفاسد الهالك يلي كل اهتماماته زمنية وقتية أرضية إلى أن نهتم بما هو فوق، ليس فقط هنا يا رب، لكن تسبي قلوبنا في هذه الليلة وراء قلبك وراء فدائك وراء صليبك وراء عملك لأجل حياتنا لأجل خلاص نفوسنا ولأجل بنياننا. صلي كلمة من العرش على قلب عبدك ولشعبك وولادك يا رب، كلمة يكون فيها خلاص، فيها حياة، فيها إعلان، فيها شفاء، فيها تحرير باسم المسيح، كما هي كلمة الله الحية الفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين باسم المسيح. من لك سيج حول هيدا المكان وحول كل فكر بدمك يا قدوس، واجعل ملائكتك تكون هي الحارسة من كل هجمات من كل تشويشات، وبصلي تسبق قلوبنا وأفكارنا تأسرها إلى طاعة إنجيلك باسم يسوع المسيح ربنا. نعطيك كل المجد. كل شعب الله يقول آمين. نفتح من أفسس 2 رسالة بولس لأهل أفسس إصحاح الثاني. أفسس 2 من العدد الأول. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده المصلوب، ناموس الوصايا في الفرائد، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله
بالصليب قاتلا العداوة به. آمين آمين. أكيد ما رح فينا نتأمل بالمقطع كله، لكن ما فينا نجزئه لأنه الفكرة متكاملة ومتسلسلة وراء بعضها. حابب أعطي عنوان لهالكلمة الليلة، وهي لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، بالنعمة. الكتاب بيقول عنا نحن قال قبل ما نتقابل معه قال كنا بدون مسيح. إذا بتلاحظوا العدد تحت قال كنا شو؟ بدون مسيح في ذلك الوقت، أي 12. يعني أنا مفكر حالي خلقت نقول بطائفة مسيحية، شو ما كانت. الوحي هون عم بيقول أنت كنت بلا مسيح، يعني مش الناس شو عملت لك، صرت مع المسيح. أنت شو بدك تعمل بقرار شخصي مع المسيح تتسير في المسيح. يعني ما حدا بيقدر يفوتك بالقوة إنك تصير إنسان جديد في المسيح. هيدا عليك، وإلا الله ما قالوا حق يحاسبك، ما قالوا حق. هيدا اختيارك. من هيك المسيح كان يدعي الناس تيجي لعنده ما يشبره. وإجا من الشعب اليهودي والشعب اليهودي رفضوه ووبخهم على أساليب حياتهم التقليدية والناموسية، إنه أنا خلقت من شعب الله فإذا أنا الله مجبور فيي، أنا تسميت عليه، أنا خلاص ختمت السماء. مش هذا فكر الله. شو كان يقول لهم؟ يا أولاد الأفاعي. صح؟ مرة قالوا له نحن أولاد إبراهيم، نحن مل من سلالة عمرها آلاف السنين، مينك أنت؟ شو كان جوابه؟ أنتم من أب هو إبليس. شو هالكف؟ شايفين حاله الآلاف السنين؟ نحن أولاد إبراهيم أب المؤمنين يلي نحن مشينه على خطاه، يعني نحن وراثيا أولاد الله بما أنه أولاد إبراهيم، يعني أولاد الله. شو كان جوابه؟ للتوضيح، أنتم من أب هو إبليس، والتأكيد ومشيئة أبيكم تفعلون. طيب شو هي مشيئة أبيهم كانت؟ الحسد والغيرة والقتل والظلم وشهوات العالم والشهرة، وخايفين على الكرسي تبعيتهم ما يشلحون إياها. كان يسوع صاروا يحكوا بين بعضهم قال هو ذا العالم قد ذهب وراءه، رح تروح علينا، يعني منين بدنا نعيش؟ إذا لحقوه نحن يعني صرنا برا، جيبنا بتفضى، ما منعود فينا ناكل. صح؟ من هيك كشف لهم قلوبهم. من هيك حتى أنا لو ما كنت تقول من هالشعب، أنا خلقت هلأ بطائفة مسيحية مع تعدد أسامي الطوائف كلها، الله منه مجبور فيه. تب يا خي، يسوع إجا للعالم كله لأنه، لأنه هكذا أحب الله العالم. ما قال المسيحيين، وأصلا ما كانوا موجودين بهديك الوقت، لأن دعي التلاميذ مسيحيين أول مرة بأعمال الرسل. أحب العالم ويسوع قال إياها، سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم. وأنتوا برا برا، إياك تفكر حسبك ونسبك يطلعك على السماء. يسوع ما فينا نخدعه أو نملقه أو نقنعه ونغير له رأيه. يا أحبة، مع احترامي لكل الطوائف ومنهم الطائفة الإنجيلية، الطائفة ما بتطلعك على السماء،
لأن بالسماء ما في دائرة نفوس للطوائف. إنه فرجيني أنت وراءك، أنت إنجيلي طلع هيداك مش، لا ما خاص، يا أنا إنجيلية عشان وأنا بعرفهم ما لها عليها. مثل ما من كل الطوائف المسيحية والمذاهب والأديان بالعالم كلها في ناس عشان، وللأسف الأغلبية الساحقة من البشر للأسف، وهذا اللي بيحزن قلب الرب عشان، لأن المسيح قالنا الباب الواسع والرحب كتير مرغوب، كتير مرغوب. لاحظ هلا نحن البشر، ومش غلط، إذا رايحين مشوار ما مننقي زواريب، مننقي أوتوستراد، طريق واسع بدنا نوصل بسرعة، وصلوني للهدف اللي أنا رايح له، صح؟ ما حدا بفوت بزواريب. تصور أنت ورايح على طرابلس مثلا، تروح تفوت من الدورة من جوا وترجع من الزلقة وأنت الياس، ترجع تطلع على بصليم، ترجع من بصليم ترجع تنزل على النقاش، ومن النقاش ترجع تطلع طلوع ما بعرف لوين، وترجع تنزل على طبي من جوا، وترجع من طبي تنزل على نهر الكلب، ومن نهر الكلب تفوت على مر عبد المشمر، عرفتوها؟ ترجع من هونيك. حدا بيعملها؟ دلوني على الأوتوستراد خيي، طبيعي. وبحياتنا الروحية الطبيعية الإنسان هيك بيخلق، دلوني على المريح، شو أريح شيء، واجباتي بعمل واجباتي وبخلص وبعيش، بعيش حياتي مثل أي إنسان، بلحق شهواتي رغباتي أهدافي الأرضية. الكتاب قالنا قال أنتوا كنتوا أموات بالذنوب والخطايا، أنت عم تاكل وبتشرب مثل ما الأسيس ذكر اليوم الصبح، بس أنت بنظر الله إذا ما تعرفت عليه ميت. وبولس عم بيقول كنتم أو كنا، يعني هو كان معنه كان يهودي، ولما تقابل مع المسيح عرف أنه كان ميت، لأنه للأسف يا أحب الميت ما بيعرف حاله ميت هيحيا. معكم الخبر؟ لما بيحيا بيعرف، طول ما هو ميت عادي هيك خلي، شو هالحكي، شو أنا ميت خي، مش برا وبعيد، بعيد من هون. إذا بتقله لإنسان الله يرحمك بيفكر عم تدعي عليه تيموت، شوف قديش نحنا حتى بالثقافة الكتابية فقراء. كلمة الله يرحمك يعني يغفر خطاياك، يعني تنال الرحمة والحياة الأبدية. مين قال لك الرحمة للميت؟ الميت راحت عليه، يا راحت على السماء عليه، يا راحت على جهنم عليه. قال وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد الموت الدينونة. طب من صليل الله يرحمه، بعد الموت الدينونة، الحساب مين جايبها هيدي؟ مش موجودة. المسيح لما شاف المفلوج فخطوله سقفه للزلمة دغري، قالوا يا بني مغفورة خطاياك. وهنا بقولوا مين عم يغفر الخطايا؟ مين مفكر حاله الله؟ الله بيغفر الخطايا يشفيه ويقوم تنشوف يعملوا شيء عجيبة. عارف قلوبهم شو كان جوابه؟ ليه عم بتفكروا بالشر؟ بالشر قلوبكم. يعني اللي بيفكر انه المسيح ما بيقدر يغفر الخطايا هيدا فكر شرير. بس يسوع بيقدر يغفر لك خطاياك، يسوع بيقدر يحلك من خطاياك، بس ما حدا يضحك عليك. ضليتني 21 سنة مفكر إنه بقدر حل خطاياي مثل ما أنا اتربيت مسيحية اسمية، وضليتني بخطاياي كل عمري ليوم اللي اتقابلت مع يسوع. حمل ونزل، تحرير حصل، حياة دبت، عيون انفتحت، قلبي بلش يدق فرح. شو صار فيي؟ إنسان جديد، كمان بالهون بالرسالة، إنساناً واحداً جديداً خلقني فيه وسكن فيي. هيدا عمل النعمة. شفتوا شي مريض بروح للحكيم بيقول له يا حكيم
الله يخلي بنظف لك الجنينة وبعمل لك وبعمل لك وبعمل لك بس شفيني بعمل لك هول وبصلح لك بالبيت وباخذ لك اولادك على المدرسة بيعملها؟ في شيء مريض يعملها؟ افحصني شفني عندك ثقة فيه؟ بيداويك؟ هلا اكيد ببلدنا مكلفي بعرف تروح عند حكيم يعني بتاعت الام يعني بتبقى مريض قبل بس فكرت تروح عند الحكيم شو بدك تدفع له الطمره زياده بيزيد وضعك سوء نابك لحق له من اجرته فحوصات وبيطلب منك فحوصات بمليون ليره بتكلفك وانت مش عارف كيف بدك توفر الفحصيه لكن يسوع مش هيك تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحكم لكن هون الحلو هون مش بس جاي يريحك هون جاي يقيمك من موتك يلي عم يحتفلوا الطوائف الشرقيه اليوم بقيامته هون شو عم بيقول الكتاب اقامنا معه مات وقام لكي يقيمنا من خطايانا انتبه مش تنحتفل بالبيض وبالشوكولا وبالأرانب وبالصيصان هولي حلوين من برا بيعطوا هيك شكل للعيد بس هل هيدا الهدف؟ لا لأنه نحن بخطايانا موتا مدفونين بقبول خطايانا قال إجا لحتى يقيمنا بس الحلو إنه أعطيك نفس تنفس تقول له يا رب أنا جاي لعندك أنا بدي تقيمني من موتي إذا شايف حالك فعلا ميت خليني أقول لك إجرة الخطية موت إجرة الخطية وحدة عند خطاياك فيك في إشي نسيها في إشي ما بنتذكرها في إشي ولا ممكن نتذكرها في أمور سهوات عملناها في أمور ردات فعل شعوريا عملناها في أمور نحن وصغار ما كنا واعيين عملناها صح هو ما بينسى إلا نهار اللي بتسلموا قلبك قال لا أعود أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم فيما بعد فأجا يقيمك أدي حلو الليلة تختبر هالقيامة الحقيقية فيه تحس حالك صرت حي حقيقي في علاقة حقيقية مع الحي للأبد قدي حلوة مش تضل القصة تقليد وعادات وطقوس وفرايد ويما يزعل مني اليوم ما صليت اليوم ما قريت اليوم ما رحت على الكنيسة اليوم ما عملت هيك اليوم ما عملت هيك الله فكرك إجا يحط عليك تقل فوق تقل خطاياك تقلك وفيني حقي وفيني ما فيك ولا أنا فيي ولا حدا فيه ليش الكتاب مرتين ركز عليها بالنعمة أنتم مخلصون إجا ينعم عليك بالخلاص إجا عم ينعم عليك نعمة مجانية بدون ثمن هيدي نعمة منه مش عم بيقلك ردلي حقي ما فيك منين بدك تجيب حقه بتعرف شو حق يسوع دمه فيك ترجع تجيب دمه وترجع له إياه لجسده وتشفي له جراحه كلها وقلبه المكسور على خطايا العالم وخطاياك وخطاياك الخبرية الحلوة بما أنك أنت الليلة جاية تسمع يعني قلبك مستعد يسمع منه هيدي علامة انك انت جاي تقول يا رب شو بدك مني الليله لان احنا هون معنا تقاليد معنا موارثات معنا طقوس ما في فرايد الانجيل حتى بيعلمنا ما فيها شيء انتهيت من وقت اللي يسوع صرخ على الصليب قد اكمل وقال يا ابتاه بين يديك استودع روحي وانشق حجاب الهيكل عهد الفرايد والتقاليد والممارسات التقصيدينيه انتهى ليش؟ رح لك ليش؟ لأنه يسوع هو صار رئيس كهنتنا هو رئيس كهنتنا الأعظم
هو قال بيقول كتاب العبرين قال دخل بدم نفسه إلى ما وراء الحجاب. بس أي حجاب؟ تبع هيكل سليمان؟ نعم في السماويات. من هيك قال أقامنا معه وأجلسنا معه. شو حلو. تصور يفوت عندك ضيف أنت يضل واقف ما تقوله تفضل أعود، شو لك عندك عم بتقول له؟ خلصت خيي خلصت لك فرجيني عرض كتافك لشوف قد ايه. حلوين كمل مشوارك صح؟ حتى يشعر انك ترغب فيه وبترغب بقعته لك اهلا وسهلا فيك تفضل صح؟ عود البيت بيتك. الكتاب هيك بيقول قال صرنا اهل بيته. اجا تيجعلك من اهل بيته. يعني ما بدك بقى تدق على البيت تفوت، المفتاح بإيدك. شو بدك أروع من هيك؟ أقامك من موتك وأجلسك معه، صرت من أهل بيته. يعني تاخد راحتك فيه، تاخد أمانك منه، صرت ابن ملك الملوك وكله بالنعمة. وليك شو بقول؟ ليس من أعمال، ليس من أعمال، يعني ليس من صلوات، ليس من أصوام، ليس من أعمال صالحة، ليس من مشي حافي، ليس من خدمات مجانية، ليس من طقوس وفرايد، ليس من أعطائك للفقراء، لا لا، ليس من أعمال. ألا بأعمال في بر عملناها نحن وطرحتيني بقولة، مش بأعمال البر تبعولة، يعني أعمال الطقسية الدينية يلي أنت تربيت عليها، لا 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 مش بهي دولة. تعرفوا ليه؟ لأنه الأمام قداسته خرق بالي. إذا بدك تقيس على قداسة الله على خرق بالي، تعرف شو الخرق البالي؟ خامخني خلص صارت للكاب، خمخميت طلعت ريحتها زومت، هيدي الخرق البالية العتيقة تخزقت. من هيك ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، حتى ما تشوف حالك أنا عملت أحسن منه، أنا صليت أكتر من هيديك، أنا صمت أيام أكتر، سبقته، أنا حطيت له وزك لازم ينزلوني بجنس كمان. الإنسان بيحب يفتخر إنه أنا عملت أكتر، مثل هيداك الفريسي يلي فات على الهيكل يصلي والعشار حد ما عم بيصلي، العشار مش قادر يطلع بالسما، راسه بالأرض وعم يبكي بيضرب على صدره، وهيداك رافع راسه بكل فخر واعتزاز وكبرياء وصلاته 10 أمتار. إذا بتفتحها على ورقة يمكن لحق له عم يصلي، هاي نازل صلاة 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 صلاة. بس شو كانت صلاته؟ فخر وإعجاب وشوفة حال ودينوني للي حدو ذنبي واحتقار. هيدي اسمها صلاة؟ هيدي اسمها شعوذة؟ قالوا بشكرك. لك شو حلو بلش بالشكر، عارف يمكن انه بالشكر تدوم النعم. قال لك بالشكر، قال لك بشكرك يا رب، مني مثل باقي الناس، الناس ما بينطاقوا، الخطاط الزنات الفاسقين، مني منهم، انا طاهر، انا طاهر، ولا مثل هالعشار هيدا اللي حدي هيدا. شو عشار؟ يعني حرامي، يعني جابي ضرائب، نازل ذنب فيه عم بيدل عليه باسمه، مني مثل هالعشار. انت مع مين عم تحكي؟ لمين عم بتصلي؟ إله عزوقك؟ مفكر الله عزوقك يعني بدك تديره عزوقك؟ ما بيندير الله عزوقنا. هيداك المعتر مش شايفه للفريسي، هيداك شايف خطاياه، شايف الدينونة قدامه، شايف غضب الله عليه، شايف ضميره المعذب وتعبان، شايف شروره قدامه، الناس اللي خرب لهم بيوتها، يلي سرق منهم أموال أكتر ما كان لازم ياخد منهم، صح ولا لا؟ إذا نحن ما نوصل لك مرحلة إنه أنا أشوف خطاياي وتعبتني، إياك تفكر رح تجي ليزعو وتقول له ارحمني أنا خاطئ،
طول ما انت في حالك كويس وادمي ومنيع وطيوب وياي 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 ما راح تجي ليسوع. انت مخدوع، يمكن عندك شيء حلو بحياتك، امين، شيء رائع. الله خلقنا نكون خيرين، ما نكون اشرار. الوضع فينا الابديه، هيك الله خلقنا كبشر. هيك اذا بتلاقي انسان شرير اوفر يعني في شيء مش طبيعي، بس نحن خطاط بالطبيعه، من هيك ما رح تزبط من طبيعتك اللي بتوقعك واللي بتقودك وبتفركشك وبتفاجئك احيانا. انا طلع مني هيك، ايه معلوم بعفي اكثر. مخدوع الانسان اللي بيفكر حاله انه ما بيوقع. قال من يظن انه قائم، يقول الكتاب، فلينظر الا يسقط. العشار كان همه حاله يخلص، دخيلك ريحني أنا تعبان. هيديك مرتاحة وضعه، لازم صلاة، مرتاحة وضعه، أنا مصلي، أنا مصلي، إيه أنا عم صلي، أنا مصلي. شو كان شهادة يسوع؟ قال العشار راح بيته مغفور خطاياه، مبرر دون ذاك. تعرف يعني كلمة ذاك؟ احتقروا. ما قال دون الفريسي، قال دون ذاك. هيدا انت اذا بدك تحتاج لحد شو بدون لك، هيدا مش اسمه. مره انا غلطت مع بنت خالتي، غلطت وعم بحكي لخيا، كنت يعني بعدي بقبل طلعتي، كنت عم اقول لها كلمه عبراءه انه طب وهيدا شو بدك تعملي معه؟ تعمل لي هيدا له اسم. ما بنسى بحياتي مثل واحد ضربني كف، أنا ما قصدتها بس ما كانت حلوة. قالت لي هيدا إنه قفل اسمه إيلي، ابن خالتي كان الجمعة الماضي توفى. يسوع شو قال عن الفريسي؟ دون ذاك. هيداك خطايا عليه، طب ما بيصلي، كيف عليه خطايا؟ كيف الدينون عليه ما عم بيصلي؟ صلاة الشرير مكره أمام الرب، هيك بقول الكتاب. قال كم بالحل إن قدمها بغش. إنه عم بغش الله، بيخضع الله، إنه أنا مني مثل هالناس مني. بمجرد ما أنك تدين الناس أنت قلبك منه نظيف، قلبك حقود، ما بيغفر للناس، ما بيسامح، بيحسد، بدين، ببهدل. شو هالقلب يعني؟ عشو شايف حالك؟ لما قلبك بيكون هيك بدين الناس وما بيحب الناس، يعني قلبك خربان، ما عندك رحمة، ما عندك شفقة. ما الرب قالنا بمتى 5، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ليلي يسوع بده يقيمك من خطاياك إذا بعدك فيهم. بدك تقول طب أنا مش عامل كتير. حبيبي مش ضروري تكون عامل السبعة وقمتها. أنا ما أقول أنت زيني وساري وعصابات ومافيات وقاتل. يا حبيبي أي خطية نحن بنرتكبها، نحن خطاط أبلى، نحن بالطبيعة خطاط أبلى، بعدين عم بتبين ظواهرها بحياتنا، من عشرتنا، من تربيتنا، من المجتمع اللي حوالينا، من الفخاخ اللي إبليس بيحطها قدامنا ورانا. انتبه، في خطاط مهذبين كتير وخواجات كتير، بس خطاط موتى يعني. يعني حكيم خواجة مهذب بس ميت، ما بيعرف الرب. والكتاب شو بقول الرب؟ جميع مبغضية يحبون الموت، يحبون الموت. اليوم جاي يشيلك من هالموت وجاي يجلسك معه بالسماويات. قال لكي يظهر في الدهور الآتية، وجاي الدهور، غنى مجد نعمته. هلا نعمة مش مقدره، بالأبدية رح تشوف غنى مجد النعمة، رح تشوف شو محضر لك فوق وشو عمل كرمالك. صدقني قد يعلن لك هون بعض الأمور، إيه بس فوق قال سنعرفه كما عرفنا. هون مرآة المسلم معتم فوق، كل شيء واضح.
حابب العيلة تختبر هالقيامة، حابب تسمع بالسماويات وصير مقامك معه ومركزك معه امتيازات اللي لقلو لقلك تصير وارث المسيح. يرجع لي رؤوسنا. إذا حاسس حالك مثل ما الكلمة قلت لنا الليلة ميت بخطاياك، ما فيك حياة، ما عندك فرح، ما عندك سلام، ما عندك راحة، ما عندك أمان، الليلة الوقت.